شاء الله جميلة جدا. أنا بعمل إعلانات لسايكون وبروكس، المفروض أخد راعي ليهم. إحنا ما بنبيعش غير أصل يا جماعة، مستعمل كاستمر ريتيرن جديد زيرو بالكرتونة بالتيكت بص كله حتة أونلاين جديد. بصوا الحالة عاملة إزاي، بصوا الحالة عاملة إزاي، شايفين ده كده بالجودة دي كده؟ ده يا جماعة كاستمر ريتيرن مش زيرو. ده يا جماعة الجزء الثاني بتاع الفيديو، هتابعونا برضو في نفس اللي هو هتلاقي النهاردة نزلنا فيديوهين مع بعض، الفيديو ده والفيديو الثاني اللي انت بتشوفه او اللي انت شفته، لو كنت شفت ده الاول او ده الاول، الاثنين ينزلوا مع بعض، او ممكن ده ينزل بعد ده بنص ساعة بساعة، كل ده في نفس اليوم ان شاء الله. بكرة الفيديو اللي هو بعد ده ان شاء الله هيكون بإذن الله بكرة يا بعده بتاع الجديد. كل ده احنا مكملين لسه في الكاستمر ريتيرن، واليوز دي بسيط جدا جدا جدا. طبعا احنا حاطين رقم هنا للتواصل، وعنواننا معروف، وفي الديسكريبشن هتلاقي العنوان باللوكيشن بكل حاجه. عندنا فرعين، الفرع الاول في امبابه 20 حجر الاساس، كورنيشن امبابه 20 حجر الاساس، الشارع اللي قدام مطعم البرنس، ده الفرع الاول. طبعا في الديسكريبشن تحت وصف المكان بيقول لك كتبت على الجي بي اس اسلام زيزو بالانجليزي، زي ما انا هحطها لك هنا كده، هيطلعك لحد هنا، يجيبك لحد باب المحل. الفرع الثاني كورنيش النيل مول اركيديا، الدور الارضي قدام الكافيتيريا، تكتب مول اركيديا برضو في الجي بي اس هيجيبك لحد ايه، لحد المكان. لو انت جاي مواصلات وركبت امبابه هتقول لاي حد انا عايز انزل عند مطعم البرنس، احنا في الشارع اللي في وش. لو راكب من اي مكان تاني، من رمسيس، من اي مكان، وعاوز تروح فرع اركيديا، هتقول له انا عاوز انزل عند مول اركيديا، هينزلك برضو قدام الباب. يعني الوصف بتاعنا سهل جدا وما بيتوهش. نكمل بقى في الجزء الثاني بتاع الحاجه ان شاء الله. اللي يعجبه حاجه سكرين شوت زي ما احنا متعودين، ويبعت الرقم ده. 43 سايكوني، حته ما شاء الله عالميه جدا جدا جدا. ودي اديداس 46، طول القدم 28 سنتي ونص، تلبسها مش كبير قوي. يعني 28 سنتي ونص اللي بيلبس 46، 29 سنتي ونص، 46 29 سنتي، الحته دي ما شاء الله حالتها زي الزيرو ما شاء الله. 44 ونص طول القدم 28 سنتي ونص. طبعا الحاجات الكاستمر ريتيرن دي اوقات مثلا ممكن حاجه مثلا تكون ايه، اتلبست مره، اتحطت على الارض، اتمشى بيها خطوتين، رجعت تاني بسبب من الاسباب فبيترجع. احنا الحاجات دي بالنسبه لنا بتبقى لقطه، يعني ان انا اشتري حاجه زي كده موديل حديث وجزمه اصلا بتبقى غاليه جدا، واوفرها للناس اكنك مشتريها جديده زيرو. بس انا بقول لك ان هي كاستمر ريتيرن، هي مش زيرو بس. هنا بقى الامانه، يعني هنا الامانه بتاعتنا الحمد لله بفضل الله. دي مقاسها 46، طول قدم 30 سنتي، قطعة جميلة جدا، فيها خامات وتفاصيل. طبعا الكلام ده انا قلته في الفيديو اللي فات وعمال اضحك على نفسي وانا بكرر نفس الكلام. حتة ما شاء الله جامدة جدا جدا للناس اللي بتلعب باسكت بول بالاخص. طبعا في ناس بتحب تلبس الكلام ده في العادي، انا واحد منكم. ودي مقاسها 43، 27 سنتي ونص، حتة والله دي بصوا الحالة عاملة ازاي، بصوا الحالة عاملة ازاي، شايفين ده كده، شايفين النعل ده كده بالجوده دي كده. ده يا جماعه كاستمر ريتيرن مش زيرو. انت ممكن تروح في اي مكان تاني يبيع لك دي جديده، يقول لك دي جديده ويبيع لك برقم خزعبلي. الحمد لله احنا بفضل الله معاكم على الامانه وعلى الضمير على طول. نيو بالانس 43، طول قدم 28 سنتي. انا بقول موضوع السنتي ده ليه؟ لان بيفرق من واحد للتاني. السنتي ده يا جماعه اللي هو ده طول القدم بتاع الرجل، طول القدم ده يا جماعه في كل كوتش كلمه سي ام، سي ام. لو اديداس هتلاقي مكتوب جابانيز اللي هو اليابان، هتلاقي مكتوب 290 280 280، دي يعني 28 سم. انا بوضح لك المعلومه دي علشان لما تيجي تشتري مني او من حد تاني اشتري بالمقاس ده، بدل المقاس السنتي ده هو اللي هيظبط لك العمليه على الاخر، هيخليك تروح الاوردر يروح لك بالملي هو، الا بقى لو في مثلا غلطه او في حاجه، دي حاجه تانيه. دي بروكس 47 ونص، 47 ونص طول قدم 31 سنتي. طبعا البروكس ده يا جماعه بتاع الجري ما شاء الله. بصوا حتى هو عامل لك الرجلين هنا اهو، هنا اهو الرجلين، انت بتدوس بالصوابع بتاعت رجليك اللي هي الاولانيه دي، هي اللي بقى عليها الحمل كله، ومخلي لك الجزء ده ثابت عشان طبعا ده ما بيتحكمش قوي، وكعب الرجل ده طبعا بيبقى عليه حمل، عامل لك برضو ايه صدمات عشان تقدر ايه تمتص الصدمات. هو بتاع الجري، البروكس رقم واحد دلوقتي في امريكا في الجري والكلام ده، غير بقى الالترا بوست والاديداس والكلام ده. 28 44 28 سنتي، 27 سنتي ونص القطعه دي، اديداس بوست ملهاش اي حل. القطعه دي يا جماعه ما شاء الله قويه جدا 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 طبعا، وتنفع للكباتن اللي بيقفوا على الخط، عشان اللي لو بيقفوا على الخط في ترتان ولا حاجه تنفع معاهم. يعني تنفع، هي طبعا تنفع لكل الناس، بس طبعا
الكباتن اللي هم بيلعبوا في اي انديه او كده اللي واقفين على الخط، الموضوع ده مريح جدا وطبي جدا وما يزحلقش، ده الاهم. دي جوردون 46 30 سنتي طول القدم. جوردون طبعا جوردون ده براند لوحده، لان في ناس افتكرت ان اير جوردون ده هو براند يعني ده لا ده جزء شراكه دويتو مع بعض، يعني عاملين شراكه مع بعض ان الجوردون واير جوردون اللي هو نايكي عاملين شراكه، لكن ده جوردون جوردون براند جوردون لوحده، ده غالي يعني معروف، يعني اللي هو الراجل اللي عامل كده ده بتاع باسكت البول معروف مايكل جوردون جدا. طبعا انا بقول الكلام ده ممكن حد يقول لي يا عم انت بتقول ايه، بس في ناس مش عارف، نحاول نوضح. بس دي نايك ريفولوشن، مقاس 42 طول قدم 27 سم، حته ما شاء الله تحفه تحفه فنيه، قنبله العيل قنبله، بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نيو بالانس حته سودا كده جلد 27 سم 42 ونص، 42 ونص، 27 سنتي، لون اسود بلاك، شبك من قدام، قطعة مميزة جدا ما شاء الله. ودي قطعة باور بوست نفس الموضوع، بوست برضو طبعا تنفع برضو للكباتن من تحت برضو عليها كده، ما بيزحلقش في النجيلة او في الكلام، طبعا الكلام ده يتمشي بيه في اي حاجة تانية مش شرط ملاعب، يعني بيبقى كل حاجة معمولة للحاجة يتمشي بيها في اي مكان، وتصالح بقى للشوارع بتاعتنا في مصر المطبات والحوارات دي، الحاجات اللي بتبقى في كعبها كده تستحمل كويس جدا، بس احنا بنقول برضو هي تنفع لمين وما تنفعش لمين. انا قلت مقاسها 45 وتلت وربع 28 سنتي ونص. الترا بوست احنا مكملين معاكم الترا بوست، واديت الشغل عالي جدا ما شاء الله، 44 طول القدم 28 سنتي. الحاجات دي يا جماعة مميزة جدا في التلبيس، جدا 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 ما شاء الله عالمي. كولومبيا 42 طول قدم 27 سنتي، بصوا الحالة هي بتتكلم عن نفسها، أنا مش هقول كلام كتير. طبعا دي ممكن تكون رجعت حد مرتاحش فيها، البسها شوية بره في أمريكا يلبسوا القطعة وبعد أسبوع يروحوا رايحين مرجعينها تاني ويلبسوا غيرها، هم بيعملوا كده جماعة فاضية، والتوكيلات عندهم بتسمح لهم بالكلام ده، عندنا في مصر مفيش الكلام ده، يرجع حاجة ترجعها جديدة، مترجعها مستعملة دي مشكلة كبيرة بالنسبة للتوكيلات هنا، فبيتبقى حاجات شبه كده كتير جدا بره، احنا بنلم بقى شوية على قد ما نقدر ونبيع ليه لحبايبنا ومعارفنا والناس الحلوة اللي معانا. معلم صلاح تعب بس أنا إيه مقدره معايا، 44 ونص، سايكوني حتة ما شاء الله، حتة برضه فيها إيه روح الجبلي كده من تحت ما شاء الله جميلة جدا. أنا بعمل إعلانات لسايكوني وبروكس، المفروض أخد راعي ليهم، ياخدوني كراعي للبراند بتاعهم أو يدوني شراكة، يعني يا ريت يعني، يا سلام الموضوع جامد جدا لو ادوني شراكة هنا باسم أنا أعدي فلانكات. دي نايكي إير ماكس، حتة ما شاء الله قنبلة عالمية، 28 سنتي، 44، الحتة دي ما شاء الله يا جماعة قوية جدا والله جدا. ودي نيو بالانس مقاس 41 ونص طول قدم 26 سنتي، موديل 2020 دي، انا ما بقولش الموديلات بس اغلبية الموديلات معاك من 17 لحد 20، من 17 ل 20، 20 دي تعرف ان هي زيرو الزيرو يعني انسى الكلام ما شاء الله. ودي اير فورس 43 طول قدم 28 27 سنتي ونص، 27 سنتي ونص. الحته دي للتوضيح برضو للامانه، من هنا زي ما يكون فيها اسبري او حاجه ترشت عليها هي تنضف، يعني انا لو قعدت مسكت اي تنر ولا اي حاجه هنضفها، بس انا بقول برضو للامانه عشان لو هتروح لحد بنفس الطريقه يبقى هو عارف ومش ملحوظه خالص، يعني انا عشان ماسكها بايدي بس كده شايفها، فاحنا برضو ايه عشان موضوع الشحن ده ما يبقاش فيه مشاكل بنحاول نوضح كل حته. 41 اسكس ونص طول قدم 26 سنتي ما شاء الله، تميز عندنا والاسعار المميزه والموديلات الاصليه، وده الاهم، احنا ما بنبيعش غير اصل يا جماعه، مستعمل كاستمر ريتيرن جديد زيرو بالكرتونه بالتيكت كله جديد ما شاء الله بفضل الله، ملهاش اي حل زي ما انت شايف كده. طبعا البوست ده ماده البوست دي قويه جدا الناس كلها عارفه ما شاء الله، اللي مش عارف دي اكتر حاجه مريحه للرجل جدا. ودي يا جماعه ان شاء الله اخر قطعه معايا، مقاس 47 ونص طول قدم 31 31 سنتي اهو، حته ما شاء الله نايك فري، ده النعل ده اسمه فري زي ما انت شايف كده الحاله،
الاسعار عندنا عشان الناس اللي هتسال، الاسعار بتبدا من اول 700 لحد 800، الفرق بسيط جدا. وما عندناش فصال يا جماعه عشان في ناس بتحاول اوقات تفاصيلني، عشان يعني احنا ما نتحركش من حد ولا حد يتحرك مننا. الاسعار ثابته، احنا بنبيع باسعار كويسه الحمد لله بفضل الله، وعندنا ضمير ومصداقيه معاكم ان احنا بنبيع حاجه كاستمر ريتيرن، هي اصلا مش متشافه ولا حد يعرف ان دي كاستمر ريتيرن. لو عند مكان تاني هيقول لك جديد وانت هتصدقه. فانا بحاول ابيع بضمير زي ما بشتري بضمير، ببيع بضمير الحمد لله بفضل الله. ربنا بيسخر لنا ناس بره وناس جوه، ناس بتدعينا، فاللي ما بيدعيناش بقى يدعيلنا ويعمل لنا سبسكرايب واشتراك واشترك في القناه، يعمل كومنتات، كل الكلام اللي انا قلته ده هي كلمه واحده بس. تابعونا بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله في حاجات كتير تعجبكم. السلام عليكم.